مرحبا بكم متتبعينا على صفحات المنصات الاجتماعية لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حديث الثلاثاء. ستدور حلقتنا اليوم حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية والتي جرت في ظروف استثنائية يعني في مختلف بلدان العالم لما لها من وقع على مستقبل التحالفات والسياسات الخارجية للدول. فكيف يمكن تحليل السياق الذي جرت فيه الانتخابات من أجل فهم التحديات الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية سواء على المستويين الدولي والوطني؟ ما هي التحديات التي قد تواجه إدارة بايدن للانتقال مما سبق وسنه الرئيس الجمهوري في الأربع سنوات الماضية؟ وأين تتوجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مع إدارة بايدن مثابة والمتحول فيها؟ لمناقشة الموضوع نستقبل في حلقتنا اليوم الأستاذ عبد الحميد بن خطاب، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط وكذلك رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية. معنا كذلك سلمى الدودي، وهي باحثة في العلاقات الدولية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. ثم معنا الأستاذ محمد لولشكي، وهو باحث بارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وكذلك السفير المندوب للمملكة المندوب الدائم عفوا للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة. أبدأ مباشرة معك الأستاذ لولشكي بأول سؤال، يعني هل يمكن أن تعطينا نظرة عامة عن أهم المكتسبات والآفاق المتعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية قبل أن نلقي نظرة مفصلة يعني عن مجريات الاستحقاقات الانتخابية والتفصيل في الثابت والمتحول في السياسة الخارجية؟ شكرا الأخت إيمان. أولا أريد أن أؤكد على أنه بغض النظر عن الحزب الحاكم أو شخصية الرئيس في الولايات المتحدة، فهناك عناصر مهيكلة للسياسة الخارجية الأمريكية أصغها في ثلاث أو أربع نقاط. أولا، كون أمريكا هي القوة العظمى الأكثر نفوذا والأكثر تأثيرا في العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة. ثانيا، بهذه الصفة فإن أمريكا تعطي الأولوية القصوى والمطلقة لمصالحها الوطنية، وتعتبر على أن تحالفاتها لأن اندماجها في المنظمات الدولية هو امتداد، هو وسيلة لخدمة المصالح الوطنية الصرفة. ثالثا، النقطة الثالثة، هو أن هناك ارتباط وثيق وهناك جدلية ما بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، إذ مثلا يتحتم على بايدن على أن يأخذ بعين الاعتبار عشرات الملايين الذين لم يصوتوا لصالحه، وثانيا أن يأخذ بعين الاعتبار ميزان القوى ما بين مجلس الشيوخ وما بين الجمعية مجلس النواب. رابعا وأخيرا، وهذا أظن فرضته فقط الظرفية الوبائية الآنية، وهو أن هذا الوباء وطريقة معالجته من طرف السلطات الأمريكية وكذلك انعكاسته على الصعيدين المجتمعاتي والاقتصادي والنفسي والسياسي والجيوستراتيجي، ليس فقط وطنيا ولكن جهويا أو دوليا، هذه بعض العناصر التي تهيكل بصفة مهمة جدا السياسة والتوجهات الخارجية للولايات المتحدة. وفي خضم النقاش الذي سنتابعه خلال هذه الجلسة سنتطرق إلى ما هو استراتيجي وما هو عملي في تنزيل هذه المكونات المهيكلة للسياسة الخارجية الأمريكية. نعم،
سيرو ليشكي. قبل أن نتطرق مع الأستاذ بن خطاب حول يعني مؤشرات السياسة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أسألك سلمى، يعني كيف يمكن تحليل يعني السياق الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية الأمريكية ودينامية مراقبة وتتبع هذه يعني الانتخابات على المستويين الوطني والدولي في ظل الأزمة الصحية وتراكم الأزمات الاقتصادية التي قد حتى جسدتها دينامية احتجاجات في يعني هذا البلد؟ شكرا إيمان. فبالفعل قبل التطرق لتحليل نتائج وتداعيات الانتخابات، من الضروري أولا دراسة السياق السياسي والسوسيو الاقتصادي الذي جرت في إطاره هذه الانتخابات. فأولا لازم نتكلموا على الأزمة الصحية التي تمر بها كافة الدول، ولكن الذي كانت الولايات المتحدة من أكبر ضحاياها، فارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 200,000 ضحية وعدد الإصابات إلى أكثر من 13 مليون. فإضافة إلى عدم الاستقرار الأمني الذي صاحب هذا الوباء، كانت هناك تداعيات اقتصادية جد حادة بسبب الركود التبادل التجاري، انخفاض عدد الرحلات الجوية الدولية، وتبني مجموعة من السياسات والإجراءات الاحترازية اللي تبناها مجموعة من الدول الأخرى، ولكن الذي أصابت القطاع السياحي، القطاع المطعمي، الفندقي، المجال الصناعي إلى آخره، بحيث ارتفع مثلا معدل البطالة بشكل سريع وغير مسبق، وصل حتى إلى 14.7% في شهر أبريل، وهو شيء غير مسبق. وكاين أيضا ضغط وارتكابات الذي عرفها المجال الصحي والمستشفيات، بحيث ذاك الضغط شيئا ما فات القدرات ديال المستشفيات الأمريكية. إذا كانت إدارة أزمة الوباء واحد العامل اللي هو حاسم في الانتخابات، مما جعل مثلا الحزب الديمقراطي ينتقد بشدة المقاربة الذي قد تبنتها الإدارة الحالية، وهذه الإدارة بدورها انتقدت المقاربة التي اقترحها الحزب الديمقراطي. ومن جهة أخرى فالولايات المتحدة كانت أيضا في خضم واحد الأزمة اجتماعية وسياسية مستمدة من مشكل انعدام المساواة العرقية، والذي كانت أججتها حادثة مقتل جورج فلويد في ماي الفارط. وهاد حركة بلاك لايفز ماتر كان عندها واحد وأخذت شكل مظاهرات أحيانا عنيفة، وشكل أخذت أيضا شكل خلافات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الشعب الأمريكي يعطي واحد الاهتمام أكثر للقضايا الاجتماعية والسياسية وأثارها على حياتهم اليومية. نعم سلمى، ربما سؤال ثاني، كيف يمكن تقييم تعبئة الناخبين لصالح الحزبين الديمقراطي والجمهوري؟ فعرفت هذه الانتخابات أولا نسبة مشاركة قياسية لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة، بحيث وصلت إلى 66.4%، مما يعادل 158 مليون ناخب، منهم 74.5 مليون الذي صوتوا على المرشح الديمقراطي. كترجع هذه المشاركة الكثيفة لمجموعة من العوامل، ولكن يمكن أهمها هو إعطاء الشعب الأمريكي واحد الأهمية أكبر للمشاركة في الحياة السياسية، خاصة في ظل السياق السوسيو الاقتصادي والسياسي الذي سبق ذكره. فولت السياسة كتمس أكثر بالحياة اليومية للعائلة الأمريكية، لاستقرارها المالي، استقرارها الاجتماعي. مثلا على سبيل المثال، إدارة أزمة وباء كورونا كانت من جهة بالنسبة لبعض الأمريكيين تمس بحريتهم الشخصية، وبالنسبة لآخرين كانت تمس بحياتهم على شكل مطلق. إذن الخوف من فقدان بعض الحريات المطلقة يفسر
أيضا التصويت الكثيف على ترامب، فبالرغم من حصوله على 4 مليون صوت أقل من بايدن، فهو حصل على 7 مليون صوت أكثر من في خلال انتخابات 2016، اللي هو أيضا رقم قياسي بالنسبة لخاسر في الانتخابات. نعم، شكرا سلمى على هذا التوضيح. أمر إليك أستاذ بن خطاب، يعني ما هي مؤشرات السياسة الخارجية الأمريكية وما الذي سيتغير في ظل حكم ترامب بالولايات المتحدة؟ شكرا سيدة إيمان. السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على مجموعة من الثوابت التي لا تتغير، مبنية على عقيدة مذهبية تحدد توجهاتها العامة. من بين هذه العقيدة، وهي عقيدة مركزية، هي العقيدة الواقعية في السياسة الخارجية، والآن نحن نتحدث عن الواقعية الجديدة. ما معنى الواقعية الجديدة؟ معنى أن العالم، أن العلاقات الدولية هو مجال للفوضى وللأنانيات الوطنية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن الإدارة التي ستحتل الصدارة أو التي ستأتي، لا يمكن لها أن تغير من هذا المعطى البنيوي المبني على الأنانيات والصراع ما بين الدول من أجل النفوذ ومن أجل القوة. لماذا؟ لأن هناك سلم للقوة الدولي تحتل فيه الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة، وهناك دول تأتي في ما بعدها، ثم دول في أسفل هذا السلم. والصراع الموجود في العالم أو هذا التنافس الموجود في العالم هو تنافس من أجل القوة، من أجل من سيصل إلى أعلى السلم. والولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال بحكم أنها قوة دولية تعمل بالأساس على المحافظة على هذا المعطى الفوضوي البنيوي الذي تستفيد منه دائما. إذن سواء كان بايدن أو ترامب، هذا متثابت لا يتغير. طبيعة الحال ما يتغير في السياسة الخارجية الأمريكية هو بعض الرتوشات، بعض ستيل نسميه الأساليب التعاطي مع المشكلات المستجدة في العلاقات الدولية، لكن دائما أن معطى الصراع ومعطى الأنانيات الوطنية ومعطى الفوضى الدولية هذا معطى ثابت لا تعمل الولايات المتحدة إلا على تكريسه. وهذا المنح هذا لاحظناه يعني بشدة لدى ترامب، ولكن لا أعتقد أن جو بايدن سيتخلى عنه. أعتقد أنه ربما سيذهب في اتجاه ما يسمى بالملتيلاتيراليزم، لكن هذا الملتيلاتيراليزم دائما وأبدا يأخذ بعين الاعتبار أن الفوضى الدولية هذا معطى ثابت، وأن الولايات المتحدة إن استطاعت أن تحافظ على الوضع الراهن فجميل، وإن لم تستطع فلديها القدرة على إحداث ما نسميه بالفوضى الخلاقة. الفوضى الخلاقة في نهاية المطاف دائما في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. إذن ما يتغير هي طبائع الشخصية للمسؤولين الأمريكيين، لكل طبيعته. هناك من هو راديكالي يساري، من هو وسطي، ومن هو يميني. أعتقد هذه الأمور يعني يتم تصريفها في السياسات الخارجية، وهو يعني كنسميوه يعني ستيل شخصي، هذا النوع من التوجه الشخصي الذي لا يؤثر في مجريات السياسة الخارجية الأمريكية. نعم، شكرا سي بن خطاب. سي لوليشكي، العالم يعني وفق منظور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختصر في عبارة أمريكا أولا، أي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تأتي يعني في المقام الأول والأخير، ولم يتردد يعني في تخلي أو الانسحاب من مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي يعتقد أنها لم تكن في مصلحة بلاده. لكن ماذا عن إدارة بايدن؟ يعني هل سنلاحظ مجرد تغيير في الأسلوب كما ذكره الأستاذ بن خطاب أكثر من كونه تغيرا في المضمون؟ عطفا على ما قاله الأستاذ، أنا متفق معه على أن المفهوم الواقعي للعلاقة الدولية أصبح هو التوجه الأمريكي، ولكن أظن على أن أصبح توجه تعتمده الكثير من الدول، سواء الدول القوية أو المتوسطة القوة أو الغير القوية. ثانيا أظن على أن بالإضافة، وأنا متفق معك بالإضافة للأسلوب، بالإضافة إلى شخصية من هو
في ربان السفينة. هنا كذلك أظن واحد المبادئ إيديولوجية ديال كل حزب. الحزب الجمهوري عنده واحد المبادئ اللي فيها توجهات التي تفرض شيئا ما نوعا ما على الرئيس على أن تكون توجهاته وسياسته وأولوياته منسجمة مع إيديولوجية الحزب. فيما يخص الثابت والمتغير، أظن على أن كانت هناك بعض المؤشرات خلال الحملة الانتخابية لبايدن فيما يخص المناخ، فيما يخص الهجرة، فيما يخص التعامل مع الصين وإيران، فيما يخص إعادة التحالفات، وفيما يخص المتعدد الأطراف. ولكن كان هناك مؤشر آخر يكمن في الشخصيات التي تم الإعلان على أنها ستكون لها مسؤوليات، وسميتوا هناك ثلاث شخصيات أظن اللي هي بارزة. أولا بلينكن اللي هو دبلوماسي محنك وسبق وأن اشتغل مع أوباما، إذن يمكن تكون على أن في بعض الأوجه السياسة الخارجية ستكون هناك نوع من الاستمرارية، لأن أظن رغم سنه فأوباما يبقى تقريبا الأب الروحي والفكري لبايدن لأن اشتغل معه كثيرا. إذن بلينكن يشخص تلك الاستمرارية، خصوصا على أنه منفتح على الغرب، يتكلم باللغة الفرنسية بسلاسة، كانت عنده له بعض السفريات في كثير من الدول من بينها المغرب. كيري ومن لا يعرفه لأنه كان على أي حال وزير خارجية من قبل مع أوباما، وهو أصبح المبعوث الرئاسي للمناخ، وأظن على أن هذا مؤشر قوي على أن مسألة المناخ ستحظى بأهمية كبرى في السياسة الخارجية. وهناك رمزية أخرى وهي تشير إلى الأقليات في الولايات المتحدة، وهو ليس فقط نائبة الرئيس كاميليا، ولكن كذلك وزير الداخلية أليخاندرو مايوركاس اللي هو من أصول لاتين أمريكية، والذي سيتكلف بالداخلية بما في ذلك الهجرة. إذن أنا في اعتقادي على أن استراتيجيا يمكن أن نقول على أن خيار أمريكا أولا سيبقى، هذه من الإرث الذي لا يمكن على أي حال واقعيا، ولكن خيار أمريكا أولا وليس خيار أمريكا لوحدها. أمريكا ستتعامل، أمريكا ستستعمل الدبلوماسية، أمريكا ستستعمل المنظمات الدولية وتندرج فيها. ثانيا سيعمل كما أشار إلى ذلك على إحياء التحالفات التاريخية، ليس فقط مع الدول الأوروبية التي هي حليفة في النيتو، ولكن كذلك مع الدول الآسيوية، اليابان والدول التي كانت في اتفاقية البي بي بي. ثالثا احتواء التوسع والنفوذ الصيني وكذلك الروسي. رابعا الحد من نفوذ إيران بتنسيق مع دول المنطقة وتعاون براغماتي مع تركيا، لأن على أي حال هي من الدول الوازنة داخل الحلف الأطلسي. العودة إلى المقاربة التفاوضية وإلى التعاون متعدد الأطراف بالقدر الذي يخدم المصالح الوطنية، ليس هناك توجه فقط لأن هناك إيمان بالتعاون الدولي، هناك إيمان على أن يكون هناك مساواة بين الدول وأن تكون هناك تضامن وكذلك، ولكن المنظمات الدولية والتحالفات هي أداة للسياسة الخارجية تخدم أولا وأخيرا المصلحة الوطنية، وفي صلب المصلحة الوطنية هناك الأمن الوطني. نعم. الأمن الوطني هو أصبح المظلة الذي تحته كل التوجهات للسياسة الخارجية ستندرج.
نعم في هذا الإطار دائما سيرو ليشكي سلمى كما ذكر الأستاذ ليشكي تصدر جدول أعمال جو بايدن يعني الضغط باتجاه إصلاح العلاقات المتوترة لا سيما مع ناتو أو منظمة حلف شمال الأطلسي والانضمام للتحالفات الدولية من جديد. هل نتوقع مثلا عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمة الصحة العالمية وقيادة ربما استجابة عالمية في مواجهة فيروس كورونا؟ شكرا إيمان. فأولا من المهم الإشارة إلى أن وصول إدارة ديمقراطية إلى السلطة لا يعني حديث قطيعة مع السياسة الإنعزالية التي ميزت السياسة الخارجية الأمريكية خلال السنوات الفارطة. فهذه الميولات الإنعزالية سبقت إدارة ترامب وممكن أن تستمر بعده، إلا أنه في ظل إدارة ديمقراطية هذه الميولات الإنعزالية ستكون بموازاة تجديد الالتزام الأمريكي بالتعاون الدولي المتعدد الأطراف الملتيلاتراليزم في أفق ترسيخ الريادة الأمريكية. إذن التزم المرشح الديمقراطي بالرجوع إلى منظمة الصحة الدولية لدعم استراتيجية ستكون دولية للقضاء على الجائحة وباء كورونا ومساعدة الدول الأكثر هشاشة. إذن قد يكون ذلك مثلا بتسهيل توزيع اللقاح أو بتمويل برامج صحة عبر المنظمة. فالمساهمة الأمريكية كانت توافق أكثر من 15% ديال الميزانية ديال المنظمة وتعتبر إذن جد مهمة في هذه الظروف الصحية. النقطة الأخرى هي أنه سوف يعطي أهمية خاصة لطمأنة الحلفاء وشركاء التقليديين لأمريكا خاصة الأوروبيين إبرازا لأهمية الإطار الأمني الجماعي الذي تمنحه منظمة ناتو. إذن سيسعى بايدن إلى إعادة بناء الثقة مع الحلفاء وتعزيز الديمقراطية داخل القارة بمحاربة الشعوبية والسلطوية. شكرا سلمى. أستاذ بن خطاب، ما الذي سيبقى على حاله في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؟ ذكرتم سابقا يعني نوعا من أساليب الاستجابات الدولية وإلى غير ذلك، ذكرنا مجموعة من العوامل التي قد تتغير في ظل تحالفاته مع الدول الأخرى، لكن ما الثابت في السياسة الخارجية؟ ثابت كما قلت هو العقيدة المذهبية للسياسة الخارجية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة عظمى ومن ثم تتعامل وتتفاعل مع محيط فوضوي، وفي هذه الفوضى لديها أصدقاء ولديها أعداء ولديها أيضا من هم لا هم أصدقاء ولا أعداء. بالنسبة للأصدقاء هناك أوروبا، هناك اليابان، أستراليا، إلى آخر كندا، كل هؤلاء يعني حلفاء تاريخيون واستراتيجيون لا يمكن التخلي عنهم بتاتا. هناك أعداء يعني قدامى وأعداء مستجدون، روسيا عدو لدود منذ زمان، سواء تغيرت الإدارة أم لا ستبقى دائما عدو وستأخذها بعين الاعتبار السياسة الخارجية الأمريكية. هناك عدو صاعد اللي هو الصين. الصين أصبحت قوة دولية يحسب لها ألف حساب، ونحن نعلم أن القرن 21 هو قرن الصين بامتياز، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك الصين تصل إلى مستوى قوة عظمى كما هو الحال بالنسبة إليها وبالنسبة للاتحاد الأوروبي. هناك حلفاء كما هناك أعداء مستجدون مثل إيران التي يجب احتواؤها سواء كنا يعني جمهوريين أو ديمقراطيين، يجب احتواء الخطر الداهم لإيران على منطقة الشرق الأوسط. وأنت تعلمين أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تتعاطى مع السياسة الخارجية الدولية بمنطق البيلاتيراليزم، بمعنى بمنطق الدولة مع دولة، ولكن بمنطق أيرياز، يعني هناك شرق أوسط كبير وفيه يعني تقريبا أكثر من 30 دولة، وهناك خطر داهم على هذه الرقعة الجغرافية اللي كنسميوها المينا اللي هي إيران، يجب احتواؤها عن طريق تركيا. وهذا لماذا
هذا يفسر لماذا تتساهل الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا مع الانزياحات ومع بعض الخروقات تركيا. نحن نعلم أن تركيا قوة إقليمية، لكنها قوة إقليمية يتم قبولها من ويتم التسامح معها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عكس أوروبا. هناك دول يعني في المنطقة الرمادية، وللأسف الشديد نحن في المغرب يعني في تلك المنطقة الرمادية. لماذا؟ لأن لسنا مهمين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. منطقة المغرب الكبير هي منطقة نفوذ فرنسا امتياز، والولايات المتحدة الأمريكية تتعاطى معها بمنطق لست صديقي كثيرا ولست عدوي، بمعنى يعني ليست هناك صداقة استراتيجية بالمعنى الحقيقي للكلمة كما كان العهد إبان الحرب الباردة. إبان الحرب الباردة كان هناك ما يسمى بليفي دومينو، بليفي دونترينمون، بمعنى أنه إذا كان لديك حليف في منطقة معينة يجب أن تحافظ على استقرارية حتى لا يتعادى أو حتى لا تصاب المنطقة بالعدوى الشيوعية. الآن لم يصبح هذا المعطى قائما. أضيف إلى ذلك أن الشرق الأوسط فقد يعني قوته الجيوستراتيجية باعتبار أن النفط يحتل مكان أقل في التوجهات السياسية الدولية، بمعنى أن الآن كما قلت الشرق الأوسط لم يعد تلك من أول، لازال إلى حدود الساعة، لكن مستقبلا نحن في توجه نحو إضعاف هذه المنطقة من قوتها الجيوستراتيجية. لكن كما قلت إيران تشكل هدفا أو تشكل تهديدا لمصالح إسرائيل، وإسرائيل تعتبر امتدادا حقيقيا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، تعتبر أيضا تهديدا للعربية السعودية، وهي أيضا من بين الحلفاء الأساسيين للولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا هو المشهد، هكذا ترى الولايات المتحدة الأمريكية العالم. وأنا لا أعتقد أن هذا المنظار أو هذا المنظور سيتغير. لا زالت الصين عدوة لأمريكا، ولا زالت روسيا تعتبر عدوة لأمريكا ما لم تتغير جوهريا، وما لم تتحالف مع الولايات المتحدة. إيران نفس الشيء، ما لم يتغير النظام به، ما يتغير في الحقيقة في السياسة الخارجية الأمريكية هو التعامل مع القوة. الجمهوريون يتعاملون مع منطق هو القوة الصارمة هارد باور، ويقولون ما يعتقدون به بالنسبة للعالم. لكن بالنسبة للديمقراطية هناك مفهوم سمارت باور، لدينا قوة يجب أن نستعملها بذكاء دون أن نجرح أصدقائنا، ودون أن ندخل في صراعات يمكن أن تتورط فيها الولايات المتحدة الأمريكية. والعقدة الفيتنامية لا زالت قائمة، العقدة العراقية والأفغانية لا زالت أيضا قائمة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتوغل في أي حرب مباشرة في السنوات القادمة. نعم، ذكرتم مثال الصين، ويعني أنتقل لأستاذ لوليشكي في هذا الإطار. يعني نجحت المواقف الحازمة لإدارة ترامب في كسب تأييد العالمي لمقاطعة تكنولوجيا الاتصالات الصينية، هذا جزء يعني من تصعيد في جهود الولايات المتحدة الأمريكية يعني في الرد على الصين على جبهات عديدة، الأمر الذي أدى إلى تدهور العلاقات فيما بينها إلى أدنى المستويات منذ عقود. هناك اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على تبني خط يعني متشدد ضد الصين حول مسألة التجارة وغيرها من المسائل، لكن ما الخط الذي يتبناه بايدن؟ هل الخلاف يتمحور فقط حول التكتيك كما سبق وذكرتم أم شيء آخر؟ أولا قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أستدرك نقطة فيما ورد في مداخلة الأستاذ ابن خطاب فيما يخص المنطقة الرمادية. وقلت على أن المغرب يوجد في منطقة رمادية، يمكن أن أختلف معك في هذه النقطة، لأن أنا تنظن يجب التمييز ما بين مسألة القضية الوطنية اللي هي بالنسبة للمغاربة هي القضية الأولى،
والتي ليست من أولويات الإدارة الأمريكية أيا كان من هو في البيت الأبيض. ولكن المغرب كدولة، المغرب كعلاقات تاريخية مع الولايات المتحدة، المغرب كدولة نافذة داخل إفريقيا، المغرب الذي كان له دور ويمكن أن يكون له دور كذلك في استتباب الاستقرار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط، أظن على أن الولايات المتحدة بغض النظر عن من هو في البيت الأبيض كانت دائما تنظر إلى المغرب بنوع من التمييز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكونه كيفما كانت الظرفية الدولية، المغرب كان دائما شريكا متعاونا وشريكا له مصداقية. ما يزيد في تأكيد ذلك وهو أن فيما يخص مثلا الحزب الديمقراطي من أولوياته مسألة حقوق الإنسان والدفع بها وإنعاشها وتثمرها على الصعيد الدولي، وأظن على أن في هذا الإطار كذلك المغرب عنده بعض الإنجازات التي على أي حال تعترفها بها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ككل. فيما يخص الصين أظن على أن الحرب التجارية كان لها في الرأي العام في المجتمع الأمريكي كان لها صدى إيجابيا، لأن أمريكا أثبتت على أنها يمكن أن ترد على سياسة هجومية اقتصادية بفرض كذلك عقوبات. الأسلوب سيتغير إذا كان الهدف يبقى وهو محاولة إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية. أظن على أن الأسلوب لن يكون أسلوبيا هجوميا وأسلوبا يمشي في مقاربة العقوبات والقرارات الأحادية الجانب، ولكن ستكون هناك مفاوضات. وأظن على أن الصينيين معروفون بالبراغماتية ومعروفون بالنفس الطويل، أظن على أن يمكن أن يكون هناك إعادة ترميم العلاقات فيما بين الدولتين. هذا لا ينفي على أن استراتيجيا الولايات المتحدة ستبقى سياستها هي الحد من الزحف التجاري ومن الزحف التكنولوجي، لأن إذا كانت هناك واحد العنصر الذي يضر بالهيمنة الأمريكية فسأقول على أن الصراع التكنولوجي هو الأول قبل الصراع الاقتصادي، لأن إلى أمس قريب كانت الولايات المتحدة كانت التكنولوجيا، كانت الأبحاث، كان الفضاء، كانت هي الدولة الوحيدة التي لها تلك المؤهلات المكثفة والاستراتيجية. الآن الصين أثبتت على أن في 20 سنة أصبحت هي كذلك، وهذا ما يشوش نوعا ما على ذلك الميول إلى الهيمنة الأمريكية. أظن على أن سيكون هناك تغيير في الأسلوب، ولكن الغاية تبقى هي كما قلت الحد من اقتصاديا وتكنولوجيا، ولكن كذلك العمل على مواجهة الصين من ناحية استراتيجية في بحر الصين وفي ميدان الحقوق الإنسان فيما يخص هونغ كونغ مثلا. نعم سلمى، ما رأيك يعني في هذه النقطة التي ربما قد تشكل صعوبة في فهم نقطة الوصل ونقطة التقاطع بين يعني أمريكا والصين؟ هنالك بالفعل نوع من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين تشتعل من حان إلى آخر، وهي بسبب المنافسة بين أمريكا والصين على مجموعة من المجالات، ليست فقط المجال التكنولوجي بل أيضا مجال الدفاع، التجارة، الإعلام والدبلوماسية. إذن ننتظر أن تكون
لإدارة بايدن وكما أشار إليه الأستاذ لوليشكي نفس الهدف، يعني محاولة مواجهة صعود الصين على الساحة الدولية، ولكن ستكون إدارة بايدن سوف تعمل أكثر مع الحلفاء، مع حلفاء الولايات المتحدة خاصة الأوروبيين وناتو بشكل أكثر فعالية لمتابعة استراتيجية أكثر تماسكا ضد الصين. فإذا بشكل ما بناء جبهة موحدة مع الحلفاء والشركاء لمواجهة المنافسة الاقتصادية والدبلوماسية الصينية، مع السعي في نفس الوقت للتعاون مع الصين في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التغيرات المناخية ومنع انتشار الأسلحة النووية والأمن الصحي العالمي. إذن ستكون سياسة، لن تكون سياسة متساهلة، ولكن سوف تكون أقل تصادمية من سياسة الإدارة الحالية. نعم، شكرا. أستاذ بن خطاب، يقول بايدن أنه يريد إحياء يعني هذه القيادة الأمريكية على الصعيد العالمي، لكن العالم قد تغير في هذه الأربع سنوات يعني الماضية من ناحية طبيعة علاقات مع عدد من الحلفاء والمنظمات، وعادت كذلك المنافسة القوية بين القوى الأمريكية والقوى العظمى الأخرى على المستوى الدولي. هل نتوقع فعلا إعادة إحياء قيادة أمريكية على المستوى الدولي بطريقة انتقالية سلسة؟ بكل تأكيد إدارة بايدن لن تكون نسخة مطابقة للأصل لإدارة أوباما بكل تأكيد. لماذا؟ لأن هناك الكثير من المياه التي جلت تحت القنطرة، بمعنى هناك تغيرت العديد من المعطيات بما فيها هذا الصراع المفتوح الآن مع الصين. وأنتم تعلمون أن القوة الصينية هي صناعة أمريكية بامتياز، بمعنى أن قوة الصين على المستوى الدولي هي من قوة أمريكا نفسها. وأعتقد أن الآن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لكي تدخل نوع من التوازن في علاقتها مع الصين، بمعنى يجب أن تكون هناك علاقة رابح، والحال أنه ما يقع الآن هو أن الصين أصبحت مستودعا للسلع الأمريكية ومصنعا للولايات المتحدة الأمريكية. طبيعة الحال هذا يخلق يعني عجزا بنيويا في ميزان التجاري بين البلدين، وهذا ما تحتج عليه الصين. أضف إلى ذلك أن الصينيين ليسوا بلاعبين نزهاء فيما يتعلق بالتجارة الدولية. الصين يعني لا تحترم العديد من المواثيق ومن القواعد الدولية في مجال التبادل التجاري وفي مجال حقوق الفكرية والملكية الصناعية، وهذا ربما ما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية لأنه فيه نوع من التجسس على المعطيات العلمية والتقنية، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تصل هذه المعلومات التكنولوجية إلى الصين في هذا الوقت بالذات، بمعنى أنها هي حليف صناعي بالمعنى استراتيجي، لكن يجب أن تكون وفق منظور الولايات المتحدة الأمريكية وليس وفق منظور الحزب الشيوعي الصيني الذي يريد أن تصبح الصين في أقل من 20 سنة قوة دولية مثل باقي الدول. إذن هذا هو جوهر الخلاف بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الآن أعتقد أن إدارة جو بايدن يعني ستحافظ على عدائها لإيران بكل تأكيد. وعندما تكلمت عن منطقة الرمادية في السياسة الخارجية الأمريكية، عندما نتحدث عن المغرب وشمال إفريقيا نحن نتحدث عن ميدل إيست، يعني يتكلمون يعني الوزارة الخارجية الأمريكية تتحدث عن المغرب وكأنه مدوبون في منطقة المينا وفي منطقة ميدل إيست. وميدل إيست هي منطقة شاسعة جدا، فيها السعودية، فيها إسرائيل، فيها تركيا، يعني هذا يؤثر بشكل جدي في مكانة المغرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية. المغرب يسعى جاهدا بكل تأكيد لكي يحظى باهتمام الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنه صديق وحليف استراتيجي وتاريخي، بمعنى أن علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست بعلاقة يعني عابرة، هي علاقة يعني تاريخية لها جذورها. للأسف أن الولايات المتحدة والإسرائيل
الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي إدارات تتعامل مع الفوضى الدولية بالنسبة إليها. يعني المغرب فقط معادلا بين المعادلات. وأعتقد أننا الآن وفي هذا الظرف بالذات نحن مطالبون برصد مختلف التوجهات الداخلية في الحزب الديمقراطي حتى لا ينزاح الحزب نحو اليسار. أعتقد أن الخطر الدائم الآن بالنسبة للمغرب فيما يتعلق بمكانته لدى الولايات المتحدة الأمريكية هو أن ينزاح الحزب الديمقراطي تدريجيا نحو اليسار. ونحن نعلم أن اليساريين في الحزب الديمقراطي لا يحملون ودا كبيرا للمغرب. التشكيلة الحالية هي تشكيلة متوازنة، تشكيلة يعني سنتريست يعني وسطية، لكن أنا أعتقد أن كامالا هاريس يعني لديها نزوعات نحو اليسار، وهناك أيضا ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سيكون لديها توجه نحو اليسار. وأعتقد أن في هذه النقطة بالذات يجب أن نعبئ أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، والحمد لله هم كثر، لكي لا ينزاح الحزب الديمقراطي نحو توجهات اليسار، وهو دائما ما يركز على مسألة حقوق الإنسان ومسألة التعجيل بالحل القانوني وليس السياسي. والحال أننا علاقتنا بالولايات المتحدة مبنية على الاعتماد حصرا على الحل السياسي، الحل السياسي بمعناه قبول المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. وأعتقد أنه الآن بالذات يجب أن نكون حذرين. أما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، لنكون واضحين، المغرب علاقته الاقتصادية موجهة نحو أوروبا ب70% أو أكثر. الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك حقيقي من حيث قيمة والقيمة الفعلية والقيمة المضافة لطبيعة المبادلات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نحن لا نشكل تقريبا إلا جزء بسيط جدا في المبادلات التجارية الأمريكية، كما لا تشكل الولايات المتحدة الأمريكية إلا جزء بسيط من كسوق بالنسبة إلينا لمنتجاتنا يعني من نصدره. أعتقد أنه في هذا الحال في هذه المرحلة بالذات يجب أن نرصد أي تغير على مستوى الشخصيات التي ستتحمل المسؤولية، ويجب أن نكون دائما يعني على حيطة من أمرنا في هذا الباب. شكرا أستاذ بن خطاب. أستاذ لوليشكي، يعني ماذا تظن في هذا الجانب؟ هل فعلا يعني نحن أمام إعادة إحياء دينامية أمريكية يعني على الصعيد العالمي بطريقة سلسة بعد الأربع سنوات الأخيرة التي شهدت مجموعة من التغيرات على مستوى التحالفات على المستوى الدولي؟ أنا أظن يجب التمييز ما بين مصطلحين، إعادة إحياء القيادة leadership وإعادة واسترجاع القوة والهيمنة. أظن مصطلحين. أظن على أن أمريكا اليوم ليست مهتمة بإحياء قيادة دولية، لا أظن، لأسباب موضوعية تفرضها الظرفية الوبائية. أولا كل الدول ستعود إلى ترميم نسيجها المجتمعاتي وإلى ترميم اقتصادها وإلى استرجاع سيادتها الاقتصادية، والولايات المتحدة لن تكون استثناء، بل ستكون هي الدولة الأقوى التي ستحاول أن تسترجع تلك القوة وعلى أن ترمم نسيجها المجتمعات. من هذا المنطلق أظن على أن السياسة الخارجية ستخدم هذه، لن يكون هناك توجه ليكون نفوذ أكثر ولكي تكون هو قوات في الشرق الأوسط وفي إفريقيا وكذا وكذا وكذا. الهدف الاستراتيجي الأهم لكل الإدارات منذ 11 سبتمبر 2001 وهو الأمن القومي ومحاربة الإرهاب. هذه
هي أظن العنصر الأهم في في التوجه. فما عدا ذلك فأظن على أن إعادة ترميم وبناء البيت الداخلي سيكون مهيمنا على سياسة جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة. شكرا أستاذ دوليشكي. آخر سؤال في دقيقة لكل المتدخلين، أبدأ معك سلمى، يعني ما هي الانتظارات يعني انتظاراتك أو انتظارات يعني بصفة عامة لإدارة بايدن من ناحية السياسة الخارجية، ماذا نتوقع؟ إذن فقط للإشارة، فبسبب تركيب السياسة الأمريكية يعني the political system في داخل الولايات المتحدة، فلتنفيذ أي خط عريض للسياسة الخارجية على الإدارة التفاوض مع مجلس شيوخ قد يكون مسيرا وذو أغلبية جمهورية. إذا ما غاديش نعرفوا حتى شهر يناير هل سيكون الحال فعلا، ولكن هذه أيضا إشارة على الإدارة الديمقراطية أن تحاول المفاوضة معها، بالإضافة أيضا إلى أن هناك اختلافات وتناقضات وسط الحزب الديمقراطي بنفسه. إذن ستكون هناك مجموعة من الصراعات بين الحزبين من أجل ترسيخ القيم التي تميز الحزب الديمقراطي، ولتغيير شيئا ما السياسة الخارجية التي كانت تبنتها الإدارة الحالية. نعم، شكرا سلمى. أستاذ بن خطاب في دقيقة، ماذا نتوقع؟ هو في الواقع جو بايدن هو رجل دولة بامتياز، له خبرة طويلة في مجال الدبلوماسي وفي مجال العمل السياسي وأيضا في مجال تدبير الصراعات الداخلية بالنسبة للحزب الديمقراطي ومع الحزب الجمهوري. إذن أعتقد أنه رجل لا يحبد هذا الريبتور القطائع، ولكن رجل استمراريات، رجل ما يسمى بالبروسيسوس لون، المسارات الطويلة. وأعتقد أنه في هذا الباب سيحافظ على نفس التوجه الذي قام التوجه السياسة الخارجية، إبان لن يتراجع عن السياسة الخارجية لترامب في كثير من الأحيان، لأنها خصوصا فيما يتعلق بإيران والصين سيحافظ عليها، لكن سوف لن يحدث قطائع جديدة كما أحدثها دونالد ترامب سابقا. نعم، شكرا أستاذ بن خطاب. أستاذ لوليشكي في آخر كلمة. أريد أن أختم بالقول على أن المؤشرات فيما يخص التغيير، فيما يخص الهجرة، فيما يخص المناخ، وكذلك انتقاء بعض المسؤولين في الإدارة تعطي على أي حال مؤشرات. مثلا فيما يخص الهجرة، أظن على أن لن تكون فقط هناك تغييرات من ناحية الأسلوب، ولكن كذلك واحد التغيير اللي كان يكون جوهري، أظن لن تكون هناك تشجيع للهجرة، ولكن مثلا بعض المسائل اللي هي عملية، مثلا 11 مليون مهاجر الآن بدون أوراق، سيتم أظن على أن أعطاهم أوراق. فيما يخص المضي في بناء الصور، أظن على أن لن يستمر. فيما يخص لائحة 13 دولة الإفريقية المسلمة كذلك، أظن على أن سميته كذلك سيكون تغيير. أظن على أن هناك عنصر يرتبط بشخصية بايدن اللي نقصنا ناخذه بعين الاعتبار، اللي يمكن يكون عنده واحد التأثير على هذا 4 سنين الأتي. ومبدئيا تيقول على أن الرئيس الأمريكي تيمرر عنده في الولاية 4 سنين، السنتين الأوليين تيحاول أن ينسي الأمريكيين فيما وعد به، والسنتين الأخيرين يحاول أن يعيد بأشياء جديد لتجديد انتخابه. ولكن هناك خاصية أخرى فيما يخص الرئيس حينما تكون له الولاية الثانية أو الولاية واحدة، إذاك ليست نفس الإكراهات على الرئيس، يأخذ حريته أظن. وبالنسبة لبايدن التزم قبل الانتخابات على أنه ستكون له ولاية واحدة. إذن أظن على أن
يريد أن يترك بصمة ولو في هذا 4 سنين، وفي نفس الوقت سوف يريد على أن يهيئ الأرضية لمن سيأتي من بعده. نعم. هل ستكون كاميلا أو أحد آخر؟ الله نعم. أعلم. ولكن أنا تنظن على أن كان وعد على أنه سيأخذ بايدن سيأخذ بعد القرارات الحاسمة خلال 100 أيام الأولى من ولايته، فلننتظر ويمكن يكون هناك موعد آخر إن شاء الله نناقش فيما هو فعلا تغير وفيما فعلا تأكد وثبت على أنه باق في السياسة الخارجية الأمريكية. شكرا أستاذ لوليشكي، نصل هنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، ونجدد شكرنا لكل من الأستاذ عبد الحميد بن خطاب، وهو أستاذ جامعي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس للرباط، وكذلك رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية. أشكر كذلك سلمى الدودي، وهي باحثة في العلاقات الدولية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وأشكر الأستاذ محمد لوليشكي، وهو باحث بارز بنفس المركز والسفير المندوب للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة. كما نشكر كذلك متتبعينا على صفحات المنصات الاجتماعية لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ونضرب لكم موعدا الثلاثاء المقبل على 5:30 مساء كعادتنا بموضوع جديد. شكرا لكم.